أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل، نتعرف فيها من خلالها بالأرقام والتحليل على أداء البورصة المصرية والتي ارتفعت مؤشراتها جماعيا لدى إغلاق تعاملات الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 58% ليبلغ مستوى 11000 نقطة و 278.72 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 47% ليبلغ مستوى 2189.76 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 43% إلى قيمته ليبلغ مستوى 3182.46 نقطة. على صعيد القطاعات الناشطة في السوق كانت كالآتي، فقد جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 17.58%، جاء في المرتبة الثانية قطاع العقارات بنسبة 16.50%، أما قطاع البنوك فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات الناشطة بنسبة 14.12%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه، ينهي التعاملات عند مستوى 671.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت حوالي 10.4 مليار جنيه. ولمزيد في ثاني جلسات الأسبوع واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لتغلق على صعود جماعي في نهاية التعاملات. البورصة لاقت دعما من عمليات شراء من المستثمرين الأجانب والعرب أفرادا ومؤسسات، قابلتها عمليات بيع من المستثمرين المصريين أفرادا ومؤسسات. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 2.2 مليار جنيه ليصل إلى 671.539 مليون جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 10.4 مليار جنيه. تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية بقرابة 9 مليارات جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 58%، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 47%، وشملت موجة الصعود مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ليصعد بنسبة 43%. التداولات شملت 190 سهما لشركات مقيدة في البورصة، ارتفع 75 سهما منها وتراجع 68 سهما واستقر 47 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. عودة مرة أخرى سادة المشاهدين، ويسعدنا أن نلتقي في الاستوديو للتحليق والتحليل على تداولات البورصة لليوم مع الأستاذ محمد عبد المطلب وهو خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك في استوديو المؤشر. وخلينا نقول أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعات في هذا اليوم وكانت مدعومة بعمليات شراء لصناديق الاستثمار والمؤسسات العربية. عايزين نعرف تقييمك النهاردة لأداء البورصة المصرية. الجلسة النهاردة استكمالا لجلسات أمس وجلسات الأسبوع السابق بنشوفها أن هي جلسة مستمرة من آخر 3 جلسات في نهاية السنة 2020، كان بداية تحول لعمليات الشراء في الأسهم القيادية أو الأسهم اللي هي ذات طابع مؤسسي أكتر، وفي تسارع من قبل الصناديق أنه يقتنص الأسهم دي بعد ما هو عمل تقفيل لمعظم الميزانيات بتاعته في آخر أسبوع. ابتدى عمليات شراء في النقط المستويات الدعم بالنسبة لأسهم قيادية كتير، كان من ضمنها طبعا البنك التجاري الدولي بنسبة اللي هو مؤشر في المؤشر بنسبة 40%، وصل لمستوى 58 جنيه، وشفناه في نقط دعم مستمرة في النقط دي قعد 3 أيام بين 58 59 58 ونص. الثلاث أيام دول حصل عمليات شراء
في النقط دي بكميات مش كبيره، بس نوعا ما ادانا ملخص ان الاتجاه العام للمؤشر ان هو بيتوقف عند نقط الاختراق اللي عايز يخترقها بنسبه 11 ل 11200. قدر يعمل دون في خلال الجلستين السابقتين بتفوق كبير للفوليوم ينازل 1.6 مليار او 1.5 مليار في الثلاث جلسات السابقه. شفنا النهارده قطاع الخدمات الماليه بقياده هيرمس، والجلسه السابقه برضو هيرمس ابتدت تتفوق في الفتره السابقه في التجميع، وابتدت تعمل اختراق لنقط ال 15 ل 15.5، بتستمر لنقط 16.5 لعمليات الصعود المستمره. وعلى اللونج تيرم بنستهدف ال 22 جنيه في هيرمس. شفنا النهارده التجاري عامل فوليوم كبير جدا، اخترق نقطه ال 61 جنيه ووصل ل 62.5 جنيه. دي نقطه بالنسبه له. هل ارتفاع تجاري اليوم كقيمه في مؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 ده من خلال ايضا، او زاد هذا الارتفاع بناء على اعلان البنك الاهلي لزياده حصته في البنك التجاري؟ اعلان البنك الاهلي تحصيل حاصل للفتره السابقه لما حصل النزول الكبير للبنك التجاري، كنا بنشوف عمليات استلام كبيره جدا بنشوفها من المؤسسات المصريه ومن البنوك المصريه للحصص الاجانب لعمليات التفريغ او عمليات البيع المستمره. قعدنا اكثر من 10 جلسات في عمليات بيع في التجاري الدولي، كان في استلام كبير. الملخص اللي طلع او عمليه الافصاح النهارده بتبقى عمليات كل كوارتر او كل 3 شهور بيعمل افصاح البنوك عن الاستحواذات او عمليات زياده النسب بتاعتها بنسبه كبيره. فالافصاح ده كان افصاح يعتبر في الثلاث شهور السابقه على او الكوارتر الاخير في 2020. وطبعا كنا احنا متوقعين ان البنك الاهلي وبنك مصر كانوا واخدين ابتدوا ياخدوا حصص. لسه الافصاح بتاع بنك مصر برضه هيطلع في خلال يومين الجايين، هنشوف زيادة الحصص بتاعتهم في الفترة الجاية. شراء في نفس المناطق في حدود ال 60 لحد ال 55 جنيه هيفضل يستمر في عمليات الشراء لزيادة الحصص. ممكن نشوف لمناطق ال 25% في البنك التجاري الدولي من البنك مصر والبنك الأهلي في الفترة اللي جاية، عمليات الشراء هتفضل مستمرة لأن البنك التجاري يعتبر من البنوك اللي ليها وضع خاص شوية، عشان الأجانب من اكتر البنوك اللي بتستمر او بتستثمر فيها في مصر هو البنك التجاري. فبالتالي انا ما استحوذ من خلال البنوك الحكوميه على البنك التجاري او بنسبه كبيره فيه، انا بالتالي بعمل مؤثر كبير على السوق في الفتره الجايه، وبالتالي بيدينا انديكيتور قوي جدا ان الحكومه او الاتجاه بتاع الحكومه الفتره الجايه ان انا اكون لاعب في السوق بشكل كبير، والاستثمارات تبتدي تخش من قبل البنوك الحكوميه في الاسهم او في الصناديق في الفتره اللي جايه. مؤشر الشركات المتوسطه والشركات الصغيره اي جي اكس 70 الحقيقه ادى اداء حسن هذا اليوم، يمكن بلغت نسبه ارتفاعه 47% ليبلغ مستوى 2189 نقطه. هل هذا ايضا ساهم في الاعلان او اعلان الحكومه على تدعيم واقرار قانون المؤشرات قانون المشروعات الصغيره المتوسطه؟ هل ده ساهم ايضا في الارتفاع؟ القانون بتاع المشروعات الصغيره والمتوسطه بيدي دعم اكتر للتمويل للمشروعات ديت في الفتره اللي جايه، وعمليه المساعده في ان هي تنمو بشكل كبير جدا، لان طبعا معروف ان المشروعات المتوسطه او الصغيره هي قاطره الاقتصاد في كل الاسواق الناشئه اللي بنشوفها. كان معظم الشركات الصغيره هي اللي بتعمل الحجم النشاط او الرواج والسيوله في السوق اكتر من الشركات الكبيره، ان نظرا لان الالتزامات العاليه بتبقى كبيره الشركات المتوسطه والصغيره بيحصل معاها عكس ذلك تماما. فبالتالي الحكومه اتجهت اتجاهين من خلال البورصه بشكل كبير جدا، ومن خلال الدعم من قبل المبادرات بتاعه البنك المركزي في الفتره السابقه. طيب يعني ايضا صندوق النقد الدولي تقريره الاخير اشاد بقرارات البنك المركزي سواء من خلال تخفيض سعر الفايده، وبالفعل وصى من خلال هذا التقرير على تقليل سعر الفايده، واحنا قلنا منذ فترات يمكن الستة اشهر السابقه البنك المركزي يمكن نزل سعر الفايده بنسب متتاليه، وده ساهم بشكل كبير في نشاط البورصه. شايف حضرتك ان ده انعكس على السيوله داخل البورصه المصريه في هذه الاوقات او في هذا الوقت يعني تحديدا؟ دايما لما احنا بنشوف عمليات نزول الفايده في كل الدول بيحصل
الاتجاه بسهوله لمجال استثمار اخر، وبيبقى قدامه المتاح الصناديق، سواء وثائق صناديق او اسهم بشكل مباشر للافراد. شفنا دون ان احنا نزلنا حوالي 300 نقطه في اول السنه، وكملنا في اخر السنه بحوالي 1 نقطة، فنزلنا في السنه مجمل حوالي 400 نقطه، وده نزول كبير بالنسبه للفايده في الفتره السابقه. شايفين ان برضو المحفزات او عمليه نسب التضخم لما نزلت لمستوى حوالي 5.4 لمناطق 5.6، النقط دي بالنسبه للتضخم دي ما حصلتش بقالها اكتر من 10 سنين، وده مؤشر قوي جدا ان احنا ابتدينا في الوضع التصحيحي للاصلاحات الاقتصاديه، وابتدت تبان على عمليات التضخم. البورصه وكمان يعني السيوله بلغت تقريبا 1 مليار ونص، مليار و600 مليون، ده نقدر نقول انها اقتربت لقبل الثوره في قيمتها اللي كانت قبل 2007 او 2008 كانت حوالي 3 مليار. 3 مليار ولو حسبناها بفارق العملة على المستوى لما كانت العملة في 2007 حوالي 6 جنيه قصاد الدولار، احنا بنتكلم دلوقتي مفروض على الأقل البورصة تكون يوميا بتناهز عمليات التداول 5 مليار أو 6 مليار. ده يبقى الوضع ده الطبيعي، ده توقعاتك في الفترة القادمة. ده الوضع اللي هيبقى في الفترة اللي جاية، في اتجاهات كتيرة بتحصل وتعديل لقوانين كتيرة من ضمنها في الصناديق الاستثمار وإنشاء صناديق من قبل المؤسسات اللي بتدير الصناديق في الفترة الجاية. أعتقد إن احنا هنشوف سيولة هتبتدي أفضل تتداول بعد مع انخفاض سعر الفايدة في البنك المركزي، ده برضه بيصب في مصلحة طبعا الاستثمار داخل البورصة المصرية. يمكن شفنا وزير قطاع الأعمال حقيقة أعلن على عودة مرة أخرى ملف الطروحات الحكومية اللي كان في بالفعل يعني بقاله فترة يمكن تناساه الوزير أو الحكومة في الفترة اللي فاتت، نظرا اللي كان في حالة ركود يعني اقتصادي، وكنا بنواجه جائحة كورونا، فبالتالي كان في انشغالات في أشياء أخرى. فهل بالفعل الإعلان الوزير عن عودة مرة أخرى طروحاتها ده هيساهم في زيادة السيولة مرة أخرى داخل البورصة المصرية وانتعاش الاستثمار الغير مباشر مرة أخرى في هذه الفترة؟ موضوع الطروحات دايما بيتعلق بحالة السوق عامة، فكانت حالة السوق في الفترة السابقة كان السيولة بتاعت السوق ما كانتش قوية جدا من هنا أنزل بطروحات كبيرة وقوية، لأن الشركات اللي مطلوب إنها تطرح شركات ذات ثقة أو رأس مال سوق كبير، ومن وأول الشركات دي البنك القاهرة عموما، فشايفين إن بنك القاهرة من أوائل الشركات اللي بتبتدي تتحرك في السيولة أو في الطرح في الفترة اللي جاية. جزء من شركات البترول هيبتدي يطرح، اعتقد ان السيوله او راس المال السوقي هيزيد بنسبه كبيره جدا، وهنشوف تعديل في المؤشر في الفتره الجايه بنسب الشركات الكبيره اللي هتنزل. في عامل اخر يعني ما يمكن ما اتكلمناش فيه من خلال الحلقه، وهو خاص بان شهدت اسواق العالم ارتفاعات كبيره في الفتره اللي فاتت، يمكن متاثره بتفاؤلات او تفاؤل المستثمرين خصوص طبعا الفاكسين او طرح العديد من اللقاحات اللي خاصه بالشركات يعني اللي خاصه بطبعا جائحه كورونا، وده هل ده ممكن نقدر نقول عليه كمان انعكس بالايجاب على البورصه المصريه او البورصه العربيه؟ لو احنا شفنا اصلا نرجع للمستوى المحلي قبل ما نتكلم على المستوى العالمي، بدايه جائحه كورونا كانت في شهر تقريبا 2 أو 3 2020 كان البدايه او الذروه بتاعتها. شفنا بداية انعكاس قوي للسوق المصري أو للبورصة المصرية كانت بشكل كبير جدا، قعدت في مستوى 6 شهور صعود وسيولة قوية جدا ما شفناهاش، وخاصة على المستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الإيجكس 70، اللي حصل إن السيولة كانت بتتجه دايما للمؤسسات الكبيرة والصناديق وتتحرك في الاتجاه ده. شفنا الأفراد عكس ذلك، إن هم ابتدوا يتحركوا في الشركات المتوسطة والصغيرة بسيولة قوية جدا، وده كان مقابل لنزول الفايدة بالبنك المركزي كان في شهر 3 بنسبة 300 نقطة مرة واحدة، فبالتالي ساعد الأفراد إنها تتحرك في السوق وفي البورصة في الفترة اللي جاية. عملت أكتر من 6 شهور صعود، ده عمل لنا سيولة قوية جدا، وابتدى يدي حافز للمستثمرين للاتجاه ده في الفترة اللي جاية. لو اتكلمنا عن أبرز القطاعات اللي كانت نقدر نقول ساهمت في ارتفاع مؤشرات البورصة في الفترة الحالية بجانب أو بخلاف اللي احنا اتكلمنا عن قطاع المصرفي، هل في قطاعات أخرى ممكن نتكلم عليها؟
في لا القطاعات اللي ممكن نتكلم عليها دايما اللي كنا بنشوفها، كان في قطاعات العقارات ابتدت تتجه اتجاه كويس جدا، قعدت برضو في الفتره السابقه عملت صعود كويس جدا، تكنولوجيا كمان، وقطاع التكنولوجيا كمان هنتكلم عليه بس لاحقا، ان قطاع التكنولوجيا ايه اللي خلاه يتفوق فجاه كده او يطلع، مع ان القطاع ده مش متوفر فيه شركات غير شركه واحده اللي نزلت كانت فوري، وبالتالي اللي خلى عمل برضو السبورت او عمليه البوش الجامد قوي، ان احنا كل التحركات او كل التعاملات بقت تعاملات الكترونيه او تعاملات من خلال التحويلات والمعاملات البنكيه والانترنت، فبالتالي ما كانش قدام المستثمرين غير شركه واحده هي اللي طرحت في السوق، شركه فوري، وعملت اكتر من 500 او 600% في زياده في السعر بتاعها في خلال 6 شهور اللي فاتوا، وده ساعد مع ازمه كورونا للتحول للاتجاه ده، وهنشوفه القطاع ده هينزل فيه شركات كتيرة الفترة الجاية، أكتر من 3 شركات هتطرح، فبالتالي القطاع ده من قطاع مستقبلي واعد، وهنشوف فيه صعود أكتر من كده. قطاع خدمات الشحن عالميا ارتفع بشكل ملحوظ، هل ده برضو ممكن يصب في مصلحة هذا القطاع ومثيله داخل البورصة المصرية؟ قطاع الشحن أو اللوجيستيك عموما بيتحرك لاتجاه حسب الرؤية اللي احنا بنشوفها حسب الاتجاهات بين الدول وبعضها. كان في طبعا الفتره اللي فاتت عمليات ركود كبيره جدا، كان كل اللي بيحصل عمليات بيع وتحفيز للمستثمرين ان هو يتحرك بين عمليات الاستيراد او عمليات التصدير عن طريق دول تانية او شحن من مصانع اخرى بعيده عن زي اوروبا، كان ليها مصانع بره في شرق اسيا وفي مناطق امريكا الجنوبيه، بالتالي ابتدى يتحرك من الاتجاه ده لانه كان عنده المصانع متوقفه بسبب ازمه كورونا، وابتدى يستورد من مصانع في الدول ديت لانه كان ليه مصانع هناك، فابتدى يتحرك بشكل اكبر، وزاد التحفيز على كده الاتفاقيات الدوليه اللي خففت من القيود في الفتره اللي فاتت. يمكن نرجع تاني لتقرير صندوق النقد الدولي، لنعتقد هذا التقرير بيصب في مصلحه البورصه، خصوصا ان هو يعني قال او خلص هذا التقرير ان اداء يعني الاقتصاد المصري كان مميز وكان يعني مواجه لجائحه كورونا عكس كثير من الدول المتقدمه، ويمكن اشاد ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، ويمكن ركز ان البنك المركزي قام بشراء اسهم بمبلغ 0.5 مليار جنيه، وده طبعا بناء على دعم قيادة السياسية ب 20 مليار جنيه طبعا. هل شايف ان هذا التقرير وتحديدا في بعض النقاط اللي ذكرها هل بتصب في مصلحة اداء البورصة، وهل ليه تأثير مباشر نقدر نتكلم عنه في الحلقة النهاردة؟ اكيد احنا البنك المركزي نظرا لان يعني سياده الرئيس او عمل توجهات بضخ استثمارات في البورصه باكثر من 20 مليار ده ادى تحفيز للبنوك الحكوميه بشكل كبير جدا عشان تعمل عمليات ضخ في السوق المصري في الفتره السابقه، بالتالي هو كان شايف ان في اتجاهات خلال الفتره السابقه نظرا لوصول الاسهم لمستويات دعم او مستويات اقل تاريخيا، في اسهم كتيره جابت اقل سعر من حوالي 10 سنين فاتوا، فبالتالي كانت اسعار مغريه للشراء وتجميع الاسهم في الفتره السابقه من قبل الصناديق او البنوك الحكوميه، وبالتالي شفنا ضخ حوالي 500 مليون وده اللي موجود فعلي او ظهر على الميزانيات بتاعه البنوك في الفتره السابقه، وشايفين ان لسه في استمرار في موضوع ضخ سيوله في السوق، بس هي الفكره كلها في المنتج اللي هو زي الشركات اللي احنا بنتكلم عليها اللي لسه ما طرحتش، هنشوف الطرح الفتره الجايه هنلاقي ان البنوك الحكوميه اكتر بنوك هتستحوذ على نسب كبيره في الطروحات الجايه. طب يعني يمكن سؤال اخير ولازم نعرف المشاهد ونقترب من مشهد الملاذ الامن، يعني الفتره اللي فاتت الحقيقه الدهب كان عنده تذبذبات، ارتفاع ثم انخفاض ثم ارتفاع مره اخرى مع الاحداث اللي حصلت في الولايات المتحده الامريكيه ومع عوده مره اخرى لتحور فيروس كورونا، فبالتالي حصل جزء من عدم الامان في الاستثمار سواء في البورصه او البنوك، على اعتبار ان فوائد كمان عموما على مستوى البنوك المركزيه كلها انخفضت عشان يشجعوا الركود. الاستثمار في الذهب كملاذ امن، النهارده يمكن شويه الذهب نزل بنسبه قليله الى حد ما ولكن ما زال مرتفع. يعني نتكلم على الملاذ الامن نقول ايه والى اي مدى ممكن يفيد المستثمر على الاقل حتى البسيط مش المستثمر الكبير في الفتره الحاليه، وهل توقعاتك في الفتره القادمه هل هيستمر في الصعود ام هيتوقف مع تنصيب جو بايدن يوم 22 يناير؟
اعتقد دايما الذهب بنلجأ ليه في عمليات عدم التأكد او عمليات اللي فيها ريسك او في مخاطره مش واضح الرؤيه، بيتجه المستثمرين للذهب كملاذ امن ان هو يقدر يحط فيه السيوله بتاعته الى ان تتضح الرؤيه. عمليات انتقال السلطه من ترامب لبايدن الفتره اللي فاتت كان حصل فيها حاجات كتيره مقلقه، ان هو ممكن مين فيهم اللي يستمر او يحصل تغير الانتخابات مره اخرى. كل ده كان مدي اتجاهات للمستثمرين ان هو يخش يقدر ياخد الذهب كعمليه دفاعيه بالنسبه له. وفي نفس الوقت كان عندنا صعود قوي جدا للاسهم الامريكيه لمستويات سعريه ما جابتهاش من فتره طويله جدا، واعتقد كانت جايبه مستوى تاريخي اكتر من 31,000. العملات الالكترونيه نفس القصه دي كلها ادت تحفيز ان الذهب برضو يطلع في نفس السياق. وبعد نوعا ما الاستقرار او استلام السلطه هنشوف انخفاض في الذهب او تصحيح جزئي. الاستاذ محمد عبد المطلب خبير اسواق المال، بشكر حضرتك على هذه المعلومات القيمه. بشكر كل الساده المشاهدين واترككم في امان الله. الى اللقاء.